الناس اللي غيكونوا في الابواب ما بقاوش نسمعوا كل مره يعيط لينا المسؤول كنديروش التفتيش، ولكن الاستثناء اللي كيكون شي مقابله اللي بحال هذه ومخافه ان تدخل شي اشياء محظوره للتيران غنساهموا في عمليه ديال التفتيش. الا غنكونوا كنفتشوا الناس اللي في البيبان ما نتكونسونطراوش فقط على التفتيش، والناس اللي غيكونوا معاكم تاع الامن العمومي ما تحشموش منهم، اللي ما عاونكمش في التفتيش اللي مسؤول على الباب يهضر معاه، ولا ما استاجبش عيطوا لي انا غنهضر مع المسؤول ديالي. كل شيء يساهم في التفتيش، والناس اللي غادي يكونوا معانا في السدود سيرتو طباري المامون علي عبد الرزاق كيتشو والحلقه الاداريه يكونوا في المستوى لا بريزونس او ميم طون ردوا البال راسنا، الاحتياطات اللازمه تخدم. الناس اللي عندهم ماتيريال لي بوكلي واللي عندهم هذا يخليو قريب ليه الطوموبيلات يبقاو قراب، يكون شي رشق. الناس اللي غيكونوا عندهم لي كاس ولي بوكلي والماتيريال هما اللي يزيدوا لقدام مع لي فورس الاخرين ديال الزي. دابا راه 12 قرن سبعين باقي ما كاينش توافق، اللي عنده شي حاجه اللي بغا ياخذ شي حاجه يخليها عنده كتبها بلي غنلتحقوا الاماكن ديالنا ما نخليوهمش كاملين. راه غيبدا التوافق النص ولا يمشيو جوج يقضيو غرض ديالهم ويجيو يمشيو جوج اخرين. الوقت اللي يبدا بعمل جدي ما يرضي عليكم حتى واحد ما تلقاها طوموبيل صغيره دوبلو ولا داسيات وفي وقت العمل لقاها كيدور. اليوم راه استثناء في كل شيء، حتى التسامح ما غاديش يكون، لان اللي هاز طوموبيل وخارج كيدور بها سي تادر خلى بلاصتو، خلى الواحد من الجماعه اخر ماتش راه من بعد التيران غادي يتسد راه من بعد ما يبقاش يتسد اخر ماتش في الجوله. فاهمين؟ شي 10 من الشباب قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.